بسمك يا ربي بدأت أولا وفي الدعاء قلته توسلا ثم على محمد أصلي مسلما كيما يطيب قولي وبعد إن أفضل الدعاء ذاك الذي يسبق بالثناء على الإله جل في علاه من لا إله يرتجى إلا هو ومن له الأسماء والصفات بها تنال للورى الهبات وكل أسماء الإله حسنى فأحصها باللفظ ثم المعنى وهاك 99 أتت وفي نصوص وحينا قد ثبتت الله والقوي والمتين والحافظ الحفيظ والمبين الرب والإله والعظيم.